تواصل كل المؤشرات الوبائية في الارتفاع مع تسجيل أرقام قياسية في الموجة الخامسة لفيروس كورونا الذي سيطر فيه المتحور أوميكرون شديد العدوى، وذلك بتسجيل 25 حالة وفاة مصرح بها أوليا وأكثر من 8000 إصابة جديدة بكوفيد-19 وفق آخر تحليل لوزارة الصحة، لترتفع نسبة التحاليل الإيجابية بتجاوزها 36% ويزداد عدد المقيمين في المستشفى والمساحات الخاصة من 100 مريض مقيم في شهر ديسمبر المنقضي إلى أكثر من 1200 مصاب خلال الفترة الحالية، وفق مدير عام الهيكل الصحية العمومية بوزارة الصحة نوفل السمراني، الذي أكد أن استهلاك الأكسجين الطبي لم يتخطى المستوى المسموح به، مذكرا في ذات الوقت أنه لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتوفير أسرة لمرضى غير كوفيد-19 تم تفعيل عمل 4 مستشفيات ميدانية من مجموع 12 مستشفى، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع، وشدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح للتقليص من حالات الخطرة وتفادي إيواء بالمستشفيات. هذا وقد رصدت الإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين خلال 24 ساعة 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالتين وافدتين من ليبيا، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة لمسنين غير ملقحين. كما رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لأكثر من 880 عينة.